الحقيقه الحديث مستمر عن دراما رمضان، ويمكن احنا السنه دي محظوظين بمجموعه كبيره من الموسيقيين الرائعين، كبار الموسيقيين اللي اشتغلوا في دراما رمضان، مجموعه من التترات المميزه جدا في هذا الموسم الرمضاني، وجبه دراميه دسمه. كان عندنا يعني قصادها وجبه موسيقيه دسمه جدا ايضا، لازم نقف قدامها ونفهم ابعادها وتفاصيلها، لانه الحقيقه احنا يعني قدام رحنا شفنا رباعيات الخيام بتتقدم بعد ما قدمتها الست ام كلثوم، وده تحدي كبير مش سهل في الحشاشين. والموسيقى التصويريه الحقيقه برضو كان ليها بعد تاني، ان هي تاخدك توديك في عالم تاني خاص بالمسلسل ده، تنقلك بروحك وبوجدانك، تعيشك في كل تفاصيل المسلسل. ناخد من التراث الفلسطيني، وده شفناه في مسلسل مليحه. يعني الحقيقه دايما تترات المسلسلات بتربطنا بيها بشكل كبير. لو نرجع كلنا لما نسمع موسيقى ليالي الحلميه، ويعني دموع في عيون وقحه، رأفت الهجان، يعني المال والبنون، حاجات كتير ما ينفعش نتغفلها ولا ننساها. مين في تترات رمضان السنة دي وفي الموسيقيين قدروا أنهم يصنعوا هذه الموسيقى الخالدة العابرة للزمن؟ هنعرف مع حضراتكم ونفهم بالتفصيل. معنا دلوقتي الناقد الموسيقي أحمد السماحي، أهلا بيكم كل سنة وأنت طيب. من وجهة نظرك، مين من الموسيقيين قدر أنه يصنع الفارق بالموسيقى التصويرية وأيضا التترات وغناء التترات في موسم دراما رمضان السنة دي؟ اولا مساء الخير، وكل سنه وانتم طيبين وكل المشاهدين طيبين. اهلا بحضرتك، ورمضان كريم على الجميع يا رب، وعيد سعيد باذن الله. الايام خلاص بقى دخلنا على العيد. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وانتم طيبين. والله انا بشوف السنه دي ان السنه دي كان مليء، نظرا لان الموسم كان مليء بالمسلسلات الكثيره جدا، حوالي 33 مسلسل، وبالتالي المسلسلات كان فيها عدد كبير جدا جدا من التترات اللي بعضها أصاب وبعضها أخفق لم يقدم الجديد أو المختلف. عندنا مجموعة من الموسيقيين الرائعين اللي قدموا تترات رائعة وعظيمة. شفنا تتر مسلسل الحشاشين، أمين بوحافة عمل تتر عبقري من خلال وخلى وائل الفيشني، واحنا يمكن من خلال في اتكلمنا عنه قبل كده في نفس البرنامج. فبالتالي هو من التترات المميزه جدا واللي نجحت جدا واللي هتفضل عالقه في الاذهان فتره طويله جدا. في المقابل له برضه مسلسل رائع، موسيقى رائعه قدمها كموسيقى تصويريه كتتر عزيز الشافعي في جودر، عمل موسيقى تجنن عظيمه، وبرضه من الموسيقى من المؤلفات الموسيقيه اللي تظل كثيرا جدا، واتمنى ان هي تعزف. استاذ احمد، ده كمان كان تحدي في جودر، ان احنا لانه الناس عندها يعني الف ليله وليله حافظين الموسيقى وعارفين، فالعوده للنوستالجيا دي تحدي كبير مش سهل. جدا جدا تحدي كبير. واللي نجح فيه كمان شادي مؤنس داخل العمل في الموسيقى التصويريه للعمل. شادي مؤنس قدم استعراضات رائعه، ويمكن شفنا بعض الاستعراضات في الحلقات اللي فاتت، احنا لسه الحلقه العاشره، شفنا مجموعه من الاستعراضات الرائعه اللي قدمها شادي مؤنس بخلاف الموسيقى التصويريه، خلاف الموسيقى اللي قدمها التتر اللي قدمه عزيز الشافعي، وبرده وتفوق فيه عزيز الشافعي على نفسه. كمان من الموسيقيين خالد حماد قدم اكتر من تتر كان رائع جدا، عتبات البهجه كان برضو موسيقى مختلفه وجميله جدا. خالد حماد قدم اكتر من تتر كان برضو يعني لافت جدا للنظر. عندنا مجموعه من، فضلا عن مجموعه من الاغنيات المهمه جدا، ابرزهم واللي احب اتوقف عنده هو تتر مليحه. مليحة تتر هز فنانة الجميلة أصالة، طبعا أصالة أزعج الإسرائيليين، وده يمكن لأول مرة تتر مسلسل يزعج إسرائيل. وكان وإسرائيل شنت حملة شعواء وهجوم شرس على تتر مليحة، وحاولت تحذفه من على كل منصات المواقع التواصل الاجتماعي، ومن على وبتحاول دلوقتي ان هي تشيله من على اليوتيوب. هي حاولت ان هي تحذفه
من على الفيسبوك واكتر من المنصه، لكن التتر مازال يحقق نجاح جماهيري لان هو تتر مختلف تماما عن كل اللي احنا سمعناه قبل كده، وتتر بيعتمد على الترويده الفلسطينيه والفولكلور الفلسطيني، وبالتالي هو تتر يعني صفعه في وجه اسرائيل، ان هي بتقول له ان احنا ان الشعب العربي كله واقف ضد مع القضيه الفلسطينيه ومع الفلسطينيين بقلبه وروحه، والدليل اللي قدمته اصاله من خلال تتر مسلسل مليحه. صحيح. فده من التترات المميزه جدا. شفنا حمزه نمره لاول مره في تترات تتر رمضان في سر الهي، شفنا وائل الفيشني في بيت الرفاعي، وطبعا في الحشاشين قدم اكتر من عايز اتوقف مع حضرتك هنا، والحقيقه انه اداء وائل الفيشني في تتر الحشاشين ولما يغني رباعيات الخيام اللي غنتها السيده ام كلثوم ده تحدي كبير، لكنه الحقيقه من وجهه نظري المتواضعه واعتقد ناس كتير شايفه كده نجح بشكل كبير في ادائه ده. ومساله رؤيه امين بوحافه التونسي يعني للموسيقى ورؤيه السنباطي والتناول اللي تم ده اعتقد هنا تحدي كبير نجحوا فيه صناع الحشاشين. بالضبط، انا بشوف ان كان قدامهم تحدي كبير جدا جدا، لان عمل خالد خلود الاهرامات اللي هو رباعيات الخيام، ازاي اقدر انت يعني ازاي انا اقدر في 2024 اقدم عمل يوازي هذا العمل؟ الواحد لم يكن يحلم ان في عمل يتفوق على صحيح. عبقريه السنباطي، لكن ياتي امين بوحافه ويقدم عمل لا يقل نجاحا واهم عن ما قدمه السنباطي من خلال موسيقى مختلفة تماما وموسيقى عصرية، وداخل العمل نفسه موسيقى تجنن بعيدة عن التتر كمان اللي غناه وائل الفيشني، فداخل العمل موسيقى حلوة جدا جدا، ومن خلالها قدر مين بوحافة ان هو يدخل داخل روح الدراما. صحيح. وده صعب جدا، وينقلك كمشاهد للعصور دي ويتنقل بالظبط كده، ويتنقل من عصر لعصر ومن مكان لمكان، فده من خلال الموسيقى. يعني احنا من خلال الموسيقى شفنا تنقل حسن الصباح او المريدين له او بعض المتابعين ليه، فمن خلال اكتر من بلد وكلهم، والموسيقى كانت بتختلف وتتلون من بلد لبلد، فده صحيح. يحسب لامين موسيقى بحاجة معينه تحسسك انك في اصفهان وغيرها بالضبط. انت جوه قلعه ألموت. الحقيقه يعني كان موسم درامي رمضاني حافل بموسيقى، احنا يعني الحقيقه محظوظين جدا بكل الموسيقيين اللي اشتغلوا في هذا الموسم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الموسيقي احمد السماحي، شكرا جزيلا على وجودك معانا.